تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. بداية حابة أرحب بفريق عمل البرنامج، عندنا بالإخراج عيسى سبيل وبالتنسيق ميرا الغفلي وبإعداد هذه الحلقة الزميل يوسف سعد. صبحكم الله بالخير جميعا. هذه تحياتي محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، بكون معاكم إن شاء الله على مدار ساعة من الحين ورح نتناول العديد من المواضيع الصحية اللي تهمكم وتهم مجتمعنا، وكذلك رح نكون حلقة توصل بينكم وبين هيئة الصحة في دبي لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم أو أي اقتراح ممكن يسهم في تطوير الخدمات الصحية في إمارتنا الحبيبة. أحب أذكركم أرقام التواصل 600-551-414 واللي حاب يتواصل معانا عبر الرسائل النصية 4006. اتذكروا أعزائي المستمعين تواصلكم معانا أكيد يهمنا وأكيد يسعدنا. عموما مثل ما عودناكم بداية نبدأ أول فقراتنا لهذا اليوم بفقرة التغذية واللي راح تتكلم عن موضوع مهم وهو الأغذية اللي تحسن إنتاج الكولاجين. وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع بتكون معانا على الهواء اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رولا أبو غزالة. صبحت الله بالخير أخت رولا. صباح النور والسرور. أهلين. أهلا وسهلا فيك، حياك الله في برنامج صحة وسعادة. شكرا. رولا، طبعا أنا شفت الفقرة اليوم راح تتكلم عن الأغذية اللي تحسن إنتاج الكولاجين، وهذا الموضوع فعلا مهم، وإحنا طبعا وايد نهتم طبعا خاصة أن الكولاجين مثل ما نعرف له أهمية في تحسين يعني الجلد والبشرة، صح ولا لا؟ أكيد. إنزين، فشو تخبرينا اليوم عن الكولاجين والأغذية اللي تساعد في زيادة إنتاجه؟ صح. هلا الكولاجين، بس بدي احب اوضح شو هو الكولاجين. احنا نسمع عنه كثير، هو بروتين موجود في يعني بصنعه في مصنوع في جسمنا، موجود وين؟ بالعظام، بالعضلات، بالجلد، بالمفاصل، الاغشيه، الاوعيه الدمويه. هلا احنا كل ما الانسان بتقدم بالعمر بيبدا افراز الكولاجين يقل شوي شوي، يعني من تقريبا عمر 30 سنة بيبدأ الواحد يفقد من 1-2% من الكولاجين كل سنة. لما نوصل لعمر 40 سنة بنكون فقدنا تقريبا 20% من الكولاجين. هلأ في أغذية بتحسن من إنتاج الكولاجين، وفي كمان يعني وسائل أخرى غير الأغذية. يعني أول إشي نتكلم عن الأشياء اللي تبطل إفراز الكولاجين غير التقدم في العمر، اللي هو عدم النوم بشكل كافي، يعني النوم مثلا متقطع أو السهر لفترات طويلة، تناول أغذية غنية بالسكر كمان هذا ممكن أن يخفف إنتاج الكولاجين، تعرض للشمس، عدم ممارسة الرياضة، المشاكل إذا الواحد عنده مشاكل في الهضم مثل الإمساك وغيرها، الضغوطات النفسية، الستريس اللي إحنا بنعرف أنه هاي كمان أساس لكثير من المشاكل. وبعدين عدم تناول طعام صحي في كمية كافية من الخضار، الفواكه، البروتين، خصوصا مضادات الأكسدة. فإذا إحنا نحاول إحنا قد ما نقدر يعني نمنع أو نبطئ عملية التقدم في السن ونحسن من إنتاج الكولاجين، يعني كل ما كان الوقت أبكر كل ما أحسن. يعني هو في أشياء متعلقة بأنماط الحياة اللي إحنا مثلاً نمارسها اليومية، اللي هي مثل ما قلتي السهر أو الرياضة أو غيرها، وفي أشياء متعلقة بالأغذية نفسها. صح.
الحين نتكلم عن الأغذية. في عنصر مهم بالأغذية اللي هو شوربة العظم، يعني هاي أثبتت الدراسات إنها هي فعلاً بتحسن المناعة وبتعزز الإنتاج الكولاجين. يعني إحنا بنعرف مثلاً ما الواحد يمرض أو يصاب بالزكام ممكن نسوي له شوربة. زين أخترو له شو هاي شوربة العظم قلتي؟ شوربة العظم يعني مثلاً عبارة عن شو هذه؟ يعني العظم الدجاج أو خصوصاً الدجاج أو الخروف أو البقر، بدل ما إحنا نسلق مثلاً اللحم ونكب العظم وحتى السمك، ممكن إنه نستفيد منه نسوي منه شوربة، يعني نسلق العظم كل ما خلينا فترة طويلة كل ما أفضل. فهذا زي ما تقولي العظم فيه لأنه أوريدي كولاجين، ممكن إنه فعلاً هذا نستفيد منه. كل ما سلقناه فترة أطول بتحلل الكولاجين، بنزل في الماء. وحتى لو بتلاحظي إذا حطينا هاي المرقة أخذناها وحطيناها في الثلاجة، ممكن تصير مثل الجيلاتين، يعني زي الجيلو بتصير هيك. فهذا كثير مهم، هاي يعني هلأ أثبت الدراسات الحديثة إنها هاي فعلا إنها مفيدة. هاي أول نقطة. ثاني شيء نركز على الأغذية اللي فيها مضادات الأكسدة، يعني شو خصوصا فيتامين سي مثل الحمضيات، يعني البرتقال، الليمون، الكيوي، الفراولة، الخضروات الورقية وغيرها. بعدين في عندك البيض، يعني الواحد البيض خصوصا الصفار والبياض كمان، إنه بيحتوى على أحماض أمينية اللي هي منها الكولاجين. لأنه معلش أنا نسيت أذكر إنه هو الكولاجين هو مجموعة من الأحماض الأمينية، يعني إحنا البروتينات دائما أحماض أمينية هي، فالكولاجين هو عبارة عن أربع أحماض أمينية اللي هي الأرجينين، جلوتامين، جلايسين، برولين، واللي هي أهميتها يعني أكثر شيء على الجلد. وشو بعد أهمية الكولاجين بالنسبة لنا؟ الكولاجين مش بس على الجلد والهاي، ممكن إنه زي ما حكينا هو موجود في العظم، يعني الناس اللي عندهم أوجاع بالمفاصل بالعظم، هاي ممكن إنه إذا تناولوا أغذية ممكن تعزز من إنتاج الكولاجين إنهم يستفيدوا. عرفتي علي؟ بتقوي الأظافر، الجلد، العظم، الصحة بشكل عام، المناعة، لأنه كل الواحد قدم بالسن بفقد كتير من هاي الخصائص. بعدين في عنا بعض الأعشاب والتوابل مثل الكركم، هلأ كتير عم بتكلموا عن الكركم وفوائده، الشاي الأخضر، الأساي بيري اللي تكلمت عنه زميلتي مبارح، هاي كلها ممكن إنها تحسن من إنتاج الكولاجين. بعدين أخيرا هي الأطعمة اللي بتحتوي على الكبريتات مثل الثوم، البصل، البروكولي، القرنبيط. يعني في ناس حتى الثوم هلأ باخدوا حبة الثوم كل يوم أو باخدوا هو الكبسولات، فهي كلها إنها بتحسن. الخضروات الورقية مهمة كمان، اللي هي السبانخ، الخس، الكزبرة، يعني كل هاي الأشياء مفيدة. وممارسة نظام حياتي صحي، الابتعاد عن السكر زي ما حكيت، ممارسة الرياضة بانتظام على القليلة 30 دقيقة في اليوم، شرب كمية كافية من الماء، نحاول إنه الضغوطات النفسية نخففها بحياتنا، الرياضة كتير بتساعد، النوم، يعني أفضل ساعات النوم هي بين الساعة 10 بالليل لستة الصبح، فنحاول ننام بهاي الساعة. يعني هاي بعض الأشياء اللي ممكن إنها تحسن. وطبعا أنا كأخصائية تغذية بنصح بتناول جميع العناصر الغذائية من بروتينات وخضار وفواكه، حليب مشتقاته، في عندك كمان النشويات المركبة وليس البسيطة، والابتعاد عن السكر. ممتاز، هذا بالنسبة يعني أهمية الكولاجين، وبالنسبة إن إحنا الأغذية اللي ممكن نحصل فيها على هذا الكولاجين. صح. إنزين أخت رولا، الحين يانا من قبل شوي سؤال على الهواء، يمكن شوي هو في اختصاص التغذية، بس إنه يسألون عن أفضل أنواع المياه للشرب. المياه المعدنية الطبيعية هي أفضل، يعني مش اللي هي المحلى أو هيك، لا المعبأة، يعني نختار اللي هي المياه المعدنية الطبيعية، هاي
هاي هي أفضل المياه للشرب. وخاصة إن إحنا نشوف في وايد أنواع من المياه أو مثلا التركيبات لها، فأنتوا شو تنصحون كأخصائيين تغذية المعدنية؟ هي زي ما حكيت أنا، المياه يعني اللي بتكون معدنية وطبيعية، مش يعني المعبأة بتكون مثلا مية بحر وبشيلوا منها الملح يعني بكرروها وبتصير مياه صافية للشرب، بس هي دائما الأفضل اللي هي المياه المعدنية الطبيعية النابعة من الأرض. لأن في بعض العبوات يعني يقولك مثلا نسبة الصوديوم، نسبة يعني المواد المعدنية هذه فيها تناسب يعني. هلأ النسبة اللي بيقولوا أقل صوديوم على أساس يعني إحنا دائما لازم نخفف ملح بحياتنا، الملح هو صوديوم كلورايد، فهي زي عملية إنه عم تكون فيها ملح أقل، بس هاي عادة بتكون معبأة زي ما حكيت عرفتي علي، بس ممتاز. إذا أخذنا ناب يعني اللي هي المعدنية الطبيعية فهاي بالعكس يعني مفيدة وصحية أكثر، وفي حتى أشياء بيسووا يعني في فلاتر للمي بيسووها قلوية أكثر. صحيح ممتاز. أشكر لك أخت رولا. وثانيا نرجع مرة ثانية على الكولاجين. زين أيوة. كلمة أخيرة تبين تقولينها قبل ما ننهي فقرتنا لأعزائنا أيوة. المستمعين أيوة. نصيحة سريعة. نصيحة عشان بنعرف إنه الكولاجين هو اللي بيعطي الجلد الرونق والمسؤول عن تجديد الخلايا بالجسم، ومع تقدم العمر بده يقل، نتبع نمط حياة صحي طول حياتنا، نمارس الرياضة بانتظام، نبتعد عن الأطعمة الضارة مثل السكر والأطعمة المقلية، نحاول ما نتعرض للشمس كتير، ونحاول نريح نفسنا قد ما نقدر، ما نخلي الضغوطات النفسية تأثر علينا عشان آخر شيء ما تأثر على بشرتنا. بالضبط على بشرتنا والنظارة هاي كلها، هاي وايد مهمة بالنسبة لنا يا رولا. أيوة. أشرب كمية كافية من الماء أكيد هذا شيء وايد مهم أكيد. إنزين أيوة. أخت رولا أبو غزال أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، أشكر لك صراحة هذه المعلومات اللي أعطيتينا وأثريتينا اليوم في فقرتنا، وأتمنى نشوفك إن شاء الله فقرات ثانية إن شاء الله. شكراً مع السلامة. شكراً جزيلاً. مع السلامة. أعزائي المستمعين أحيب ناخذ فاصل وبنرجع معاكم ونكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم، تريونا. صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة. أحب أذكركم أرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل معانا عبر الرسائل النصية 4006. إنزين الحين راح نتكلم فقرتنا عن ما توصلت إليه وسائل الإعلام ووكالات الأنباء اليوم. هذا الخبر يقول مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم تساعد على تخفيض ضغط الدم. ينصح الأطباء الأشخاص اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول المواد الغذائية الغنية بعنصر البوتاسيوم، والأطباء في نشروا مقالا في مجلة إكسبرس ينصحون فيه الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يساعد على تخفيض الضغط. وخاصة يعني ذكروا في هذا المقال أن البوتاسيوم يساعد على موازنة التأثير السلبي للملح في الجسم، وهو بهالطريقة يخفض مستوى ضغط الدم. ومثل ما نعرف طبعا كلنا أن ارتفاع كمية الملح في المواد الغذائية يؤدي إلى زيادة عنصر الصوديوم في الدم، وهذا اللي يسوي خلل في النظام الوظيفي للكلية، واللي تفقد قدرتها على إخراج الماء الزائد من الجسم، واللي يؤدي بالتالي إلى تورم الأنسجة وارتفاع ضغط الدم، واللي ارتفاع ضغط الدم اللي ممكن يسبب جلطة دماغية أو نوبة قلبية. فعشان شيء المختصون يعني نصحوا أن إعادة توازن السوائل في الجسم ممكنة بواسطة مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطا الحلوة وسمك التونة وعصير البرتقال والطماطم، لكن بنفس الوقت بعد يحذروا من الإفراط بتناول هذه الأغذية الغنية بالبوتاسيوم لأنها ممكن تسبب بعض مضاعفات خاصة على الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى. فإحنا دائما عندنا نقول الاعتدال هو أهم قاعدة عندنا، الاعتدال في كل شيء.
زين، ما نزيد يعني من الأشياء يعني مثلا اللي تزيد المواد الغنية بالبوتاسيوم، وفي نفس الوقت احنا نحافظ بعد على الموازنة بين البوتاسيوم والصوديوم في الجسم عشان نحافظ بعد على وظائف الكلى كذلك. انزين، فقرتنا الحين راح تتكلم عن موضوع وايد مهم، وهي عبارة عن الفعاليات الرياضية وتعزيزها في تحسين أنماط الحياة ودور هيئة الصحة في هذا المجال. طبعا تبذل هيئة الصحة بدبي جهود كبيرة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحسين أنماطها، والهيئة في هذا الجانب العديد من المسارات المهمة من خلال يعني من بينها المسار الرياضي، حيث يعني أن الهيئة تحرص دائما في التواجد على في جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية اللي تشهدها إمارة دبي، إلى جانب مبادراتها المتعددة في المجال نفسه على مستوى المسابقات الداخلية لموظفين هيئة الصحة في دبي. وعشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف ويانا اللي هو الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمزة، صبحك الله بالخير. يا هلا، صباح الخير، كيف الحال؟ الحمد لله. استاذ حمزه، طبعا احنا دائما ننصح الناس بالرياضه ودائما نحثهم انهم يعني يكون لهم نظام رياضي متزن خلال اليوم، صح؟ فاحنا نبغى نعرف لاي مدى تسهم هيئه الصحه بالانشطه اللي تساهم في تغيير عادات افراد المجتمع وتعزيز يعني علاقتهم بالرياضه. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا على هذه المقابلة. ثاني شيء بخصوص دعم هيئة الصحة وترسيخ هيئة الصحة وتحفيز لهم للموظفين الموجودين عندهم بممارسة نشاط رياضي، نحن من خلال اللجنة الرياضية وتوجيهات معالي حميد القطامي بأن الرياضة تكون أسلوب حياة في هيئة الصحة في تنفيذ البرامج الفعاليات وتحفيز المواطنين بمشاركتهم في المراكز، وبالتالي نحن نشوف الصحة والرياضة عملتين وجه واحدة، وبالتالي موظفي الهيئة الحمد لله حريصين بممارسة نشاط رياضي، لأن الشخص اللي يمارس نشاط رياضي يكون إنتاج وإنجاز في العمل أكثر من الشخص اللي لا يمارس أي نشاط رياضي بتاتا يعني، وبالتالي نحن نحفزهم من خلال البرامج الفعاليات النسوية أو من خلال دعمنا للمراكز والعيادات اللي عندنا في هيئة الصحة بأن يمارسون أنشطة رياضية حتى من بعد الدوام خلال المضامير الموجودة في حكومة دبي. ما نقصروا في عمل عدة مضامير في دبي ومراكز الأخرى والحدائق الموجودة في دبي لممارسة النشاط لجميع أفراد المجتمع، ومن نحن كهيئة الصحة جزء من هذا المجتمع، وبالتالي نكون حريصين بنا. وليس الرياضة ليست غاية وإنما وسيلة التواصل وتهدف الغرس ومبادئ بين الناس، وهذا وبالإضافة إلى أن هيئة الصحة حريصين جدا على هذا الموضوع. صحيح أستاذ حمزة، إحنا مثل ما نعرف أن يعني تغيير أنماط الحياة أو حتى اتباع أنماط حياة صحية شوية هي عملية مو بسهلة، لكن أن هي تحتاج وقت لما الإنسان يتبنى ويكون يعني مثل ما نقول يكون عنده إيمان بأهمية اتباع أنماط حياة صحية. فواحد من الأشياء هذه أن ممارسة الرياضة اليومية مثلا، فأنتوا كيف في هيئة الصحة تعززون هذا الشيء في الموظفين الموجودين عندكم؟ نحن في أول ما عملنا اللجنة الرياضية قرار بعمل لجنة رياضية في هيئة الصحة، عملنا إحصائية بعدد الممارسين في النشاط الرياضي اللي مارسونه بالهيئة، وبالتالي لاحظنا عدد الممارسين عدد مو بكفاية كأشخاص كموظفين ممكن يمارسون أنشطة فردية يعني مشاركتهم في المراكز اللياقة الطبية اللياقة الرياضية الموجودة في إمارة دبي. وبعدها الإحصائية نزلنا إعلان، عملنا توفير من هيئة الصحة ملاعب رياضية، ملاعب كرة قدم، ملعب سلة، ملعب طائرة، ملعب تنس، وبالتالي عملنا نوع من هالملاعب لشد الموظفين لممارسة نشاط. وبالتالي مع خلال سنتين لاحظنا أن عدد الممارسين نشاط رياضي بهيئة الصحة في زيادة من جنسين يعني من شباب ومن الفتيات الموظفات في هيئة الصحة، وبالتالي كل سنة يزيدون أكثر، وبالدليل نحن نشارك في الألعاب الحكومية أو أن تحدي طوال السنة يعني في زيادة وطلب من
الموظفين بالمشاركة في الرياضة أكثر من قبل اللي كانوا موجودين بعادات قليلة. ممتاز، يعني استجابة موظفين الهيئة لهاي البرامج أو الأنشطة اللي أنتوا يعني تنفذونها أو تخططونها، شو كانت استجابتهم؟ ممكن نقول عالية؟ بالعكس استجابتهم والله أكثر من ممتاز، يعني ممتاز. خلال الفترة الماضية وخلال الفترة الجاية إن شاء الله بعد في طلبات إنهم يشاركون في ألعاب حكومية، في عندنا شهر رمضان إن شاء الله في بعض الفعاليات في من موظفين إنهم نسجل أساميهم للمشاركة، يعني هذا دليل إن هناك في توعية وفي يعني وعي صحيح بأهمية الرياضة، يعني في وعي رياضي كثير في هيئة الصحة عن السابق، يعني الحمد لله، يعني اللجنة الرياضية بتوجيهات المسؤولين والقيادة في هيئة الصحة نشوف إن زيادة في عدد الراغبين بممارسة نشاط الرياضي داخل الدائرة الفعاليات اللي احنا ننظمها أو خارجيا مع الدوائر الثانية يعني. وطبعا هاي هي توجهات يعني القيادة الرشيدة كذلك وتوجهات هيئة الصحة، يعني مجتمع صحي سعيد آمن، كيف احنا بنوصل لهذه الرؤية إلا إذا ما كان هناك اتباع أنماط صحية بين أفراد المجتمع، يعني ومثل ما ذكرت أنت يعني اللي هي تهيئة البيئة المعززة لهذا الشيء، هذا شيء وايد مهم أن أنا أوفر كل الأشياء اللي يحتاجها هذا الإنسان عشان نسهل له ممارسة الرياضة، صح ولا؟ أكيد أكيد، شكرا ما قلت لك، يعني الحمد لله نحن موفرين كل شيء للموظفين الموجودين عندنا في هيئة الصحة لممارسة النشاط الرياضي ونحفزهم ونشجعهم بالجنسين الموجودين عندنا، والحمد لله في تقبل أكثر من الفتيات من السنوات السابقة، يعني السنة الحين وقبلها سنة 2016 17، يعني نقول احنا اكثر عن الريايل ولا البنات هي. الحمد لله مو باكثر بس ان شاء الله بيكون اكثر خلال الفترات الجايه ان شاء الله، انا في رغبه من الفتيات، يعني انا مو بتحيز بس يعني نقول يعني يمكن بعد احنا الحين ان شاء الله بيكونون اكثر بعد ان شاء الله ان شاء الله. انزين استاذ حمزه، شو تحس الاستجابه الموظفين اكثر لاي نوع من الرياضه، يعني اكثر يتجهون لاي نوع من الرياضه؟ لو اخذنا الشباب الموجودين في الدار جميعا يعني في اي مكان يحبون كره قدم اكثر زين كشباب إيه. وفي بعض الجنسيات اللي يحبون كرة السلة، في جنسيات يحبون كرة التنس، وفي ناس يحبون كرة الطائرة، وفي الحين الجديد بعد ما يكون ألعاب الحكومية الموجودة في شباب يبون يمارسون عن نشاط ألعاب الحكومية اللي هو التحدي، ونحن الحمد لله نشاركهم في عدة طوال السنة، عندنا عدة نشاطات في فعاليات مع مجلس دبي الرياضي، نشارك مع في تحدي دبي خلال سنة حوالي 5 فعاليات عندنا تحدي، وبالتالي في الشباب بعد يرغبون وحتى الفتيات يرغبون يشاركون في هذا التحدي، وإن شاء الله في شهر رمضان عندنا تحدي في بطولة ناسي إن شاء الله. ممتاز، وأنتوا كيف يعني شو الأساليب اللي تبذلون عشان تحفزون الناس أن يشاركوا في هالشيء وبنفس الوقت يعني؟ هذا أول شيء ننزل دعوة للجميع، جميع الموظفين عندنا في الهيئة حوالي 13,000 موظف عندنا نحن، واللي حاب يشارك في أي نشاط رياضي يبغى يمارسه هو يسجل اسمه يبغى يمارس نشاط ألعاب حكومية والتحدي أو كرة قدم أو سلة، يكون نحن نلبي طلبهم، وحتى هم بعضهم بعد ساعات عندهم بعض الاقتراحات اللي يقدمونه بالنسبة للجنة الرياضية، وهذا نحن نأخذها بناء بعين الاعتبار ونشوف قد ما نقدر أنت هل ممكن نحن ننفذ لهم هالاقتراح اللي طالبينهم، وبالتالي الحمد لله في أنشطة كبيرة يعني أي واحد يبغى يشارك بالحياة الرياضية. والله يعني أستاذ حمزة احنا نقول يعني وايد جميل جدا لما يكون يعني في بيئة عمل هاي البيئة محفزة يعني لموظفينها لاتباع أنماط حياة صحية، وهذا طبعا هذه يعني الغاية الأسمى أن نحافظ على صحة موظفينا، ولأنهم هذا الأهم شيء وأهم ما عندنا طبعا أكيد. بالعكس نحن كلجنة رياضية الهيئة وهيئة الصحة بصفة عامة يعني للتركيز في نشاط الرياضي كثير يعني عن سابق يعني، وبالتالي نحن لو نلاحظ 58-70% من الموظفين على الدوام على الكراسي ما في حركة كبيرة بالنسبة لهم إلا بعض الموظفين المشاركين في المراكز اللياقية، وبالتالي نحن نحفزهم أن يجلس في الكرسي كثير يعني حوالي 8 ساعات واحد يجلس على الكرسي متعب صحيح، فيها أكيد مضاعفات صحية كذلك طبعا،
يكون كناحية عليه هو كمستقبلا يكون متعب كجلسة الكرسي يعني. صحيح وبالتالي هو حتى خلال فترة جلوس الصباح يعني ممكن يقوم يتمشى شوي وهذا عشان يجدد نشاطه يعني. صحيح، وهنا يجي دور الوعي يعني التوعية، يعني حتى اللي بالضبط تبذلها جهود اللي تبذلها هيئة الصحة بعد كذلك، يعني زيادة الوعي بين موظفينا بأهمية الرياضة وأهمية والله، هيئة النشاط. الصحة من جميع في صحيح العيادات أو مسؤولينها ما مقصرين في برامج توعوية بشكل مهم ما نشاهده في شاشات التلفزيون الموجود في الحمد لله الدائرة أو من خلال إذاعتكم أو من خلال البرامج التلفزيونية، وهذا كل برامج توعوية رياضية ولها علاقة بالصحة، وبالتالي الحمد لله كهيئة الصحة قايمين بهذا العمل يعني. صحيح. واحنا بعد ما ننسى اكيد يعني قيادتنا الرشيده مثل ما ذكرت قبل شوي، يعني هم يضربوا لنا امثله لهذا الشيء، ان لما نشوف قيادتنا ويانا يعني يشاركونا بالالعاب الرياضيه هاي، يعني بالعكس احنا يحفزون لو المجتمع نلاحظ ان احنا اكيد. فيها قبل اسبوعين في العاب الحكوميه صحيح اللي سووها المكتب التنفيذي في مقدمه المشاركين الشيخ حمدان صحيح بن محمد صحيح، يعني، وهذا الدليل على ربي حرص يحفظه. القيادات العليا في صحيح، اماره دبي بممارستهم للنشاط الرياضي وهذا يعكس وتحفيز اهتمامهم تحفيز بعد فيها المجتمع من في هالناحية ممارسه أكيد، النشاط. واهتمامهم بهالناحية وأهميتها كذلك محافظة طبعا على صحة المجتمع. واهتمامهم كبير يعني بالناحيه الرياضيه، والشيخ حمدان ما شاء الله عليه هو ما شاب شاء الله رياضي يعني ما في كلام يعني في أكيد. هذا الموضوع. زين استاذ حمزه عباس، مدير المشروعات الرياضيه والبرامج الاجتماعيه في هيئه الصحه بدبي، احنا شارفنا على انتهاء فقرتنا. كلمه اخيره توجهها لمستمعينا. والله في نهاية المقابلة أحب أقول لك أنت مشكورة وما قصرتي على هذه المقابلة، وبالنسبة للموظفين هيئة الصحة نقول لهم نحن ندعوكم في اللجنة الرياضية لممارسة نشاط رياضي في شهر رمضان الجاي قريبا إن شاء الله، ومبروك على الجميع إن شاء الله شهر إن رمضان شاء الله علينا الكريم وعليكم إن شاء الله. مقدما، ونقول لهم نمارس نشاط في شهر رمضان وأيام طول السنة، ونحن حاضرين لأي برامج اللي تبونها احنا حاضرين نسوي لكم برامج، واي مقترحات عندكم كلجنه رياضيه مستعدين هذا. أستاذ حمزة نشكر لك هاي المقاطعة، وكذلك يعني إن شاء الله نستضيفك إن شاء الله في فقرات ثانية، وشكرا جزيلا. مشكورين شكرا، تسلمين. مع السلامة. أعزائي المستمعين الحين بناخذ فاصل وبنرجع نكمل معاكم فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، ابقوا معنا. صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة. نحب نذكركم بأرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل معنا عبر الرسائل النصية 4006. أعزائي المستمعين فقرتنا الحين راح تتكلم عن برنامج مسرعات دبي المستقبل، وتسلط الضوء على الاستعدادات النهائية لهيئة الصحة بدبي لدخول مرحلة جديدة من التحديات اللي تحملها الدورة القادمة واللي هي الدورة السادسة، بعد ما اجتازت الهيئة 5 مراحل فاصلة تمكنت فيها من امتلاك مجموعة متقدمة من التقنيات والحلول الذكية، هي الأحدث والأفضل عالميا، واللي تمثل تحولا مهما في نظامها الصحي. وعشان نعرف أكثر عن هالاستعدادات يسعدنا يكون ميانا على هو الحين الدكتور محمد رضا، مدير إدارة المعلوماتية والصحية الذكية بهيئة الصحة بدبي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. يا هلا مرحبا، صبحك الله بالخير في برنامج صحة وسعادة. بالنور والسرور يا دكتورة. دكتور محمد، شو تخبرنا عن برنامج مسرعات المستقبل، وشو حصدة هيئة الصحة بدبي من هذا البرنامج؟ الحمد لله نحن في الدورة السادسة أو مقبلين على الدورة السادسة الآن قبل رمضان إن شاء الله. بدأ البرنامج سيدي بعجالة، بس نبذل للسادة المستمعين، بدأ البرنامج في سنة 2016 بتوجيهات من مؤسسة دبي للمستقبل بقيادة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأيضا رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بأن تبتدي حكومة دبي فكرة برنامج المسرعات. بدأت بست دوائر حكومية، ومنها كانت هيئة الصحة بدبي، كانت من الهيئات السباقة وتعتبر المؤسسة لبرنامج المسرعات بدعم معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي. والحمد لله في الدورات الخمس السابقة قدرنا نوصل لابتكارات جديدة حديثة يمكن ما كانت موجودة على خطة أو رادار هيئة الصحة بدبي،
بالتالي اشتغل الفريق وسعى لها من جميع أنحاء العالم، سواء كانوا في كندا أو كانوا في الصين أو في أوروبا وأمريكا. فابتكارات جميلة ورائعة، منها الطباعة ثلاثية الأبعاد، منها كبسولة الذكاء الاصطناعي، منها المستشفى المتنقل أو العيادة المتنقلة. فابتكارات صراحة كثيرة. قدرت هيئة الصحة أيضا تضيف لهذه الابتكارات كرصيد، أضافت إلى رصيد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا من رصيد الابتكارات، والحمد لله لاقت إقبال كثير. طبعا هذه كانت كلها بصفة تجارب أو اختبارات، وهذا أيضا من توجيهات سمو الشيخ حمدان محمد راشد المكتوم، بحيث أن تكون دبي هي مختبر للعالم، وما نخاف سواء كانت ابتكارات جديدة حديثة فيها روح المخاطرة فيها روح المغامرة. طبعا نحن نتأكد في هيئة الصحة بدبي بالأول وبالأخير أن هذه الابتكارات أو هذه التجارب ما تضر صحة المريض، بالعكس هي تزيد من سلامة المريض، تزيد من جودة الخدمة المقدمة له، وأيضا بالنسبة لنا نحن كهيئة الصحة تقلل التكلفة وتقلل وقت الانتظار. أكيد. إنزين دكتور، يعني إحنا بالإضافة اللي أنت ذكرته، الفائدة اللي عمت على المتعاملين من الدورات الخمس الماضية. كثير من الفوائد تقول الصراحة يعني وصلت للمتعاملين، يمكن من أهم الفوائد وأقربهم لي أنا شخصيا اللي هي الفائدة اللي جت للاعب من ذوي أصحاب الهمم الصراحة، الأخ فهد علي اللي هو بطل كرسي المتحرك، زين. يانا طلب لهيئة الصحة بحيث أنه هو فاقد للرجلين منذ الولادة، فيانا طلب بحيث ان نحن نستبدل القدمين الصناعيتين او الرجلين الصناعيتين اللي عنده برجلين صناعيتين اخرين. فشفنا في فريق المساعدات ان نحن بالفعل نقدر نوفر له ارجل صناعيه مطبوعه عن طباعه ثلاثيه الابعاد. فاخذت مرحله يمكن 3 شهور الى ما اقنعنا المريض انه بالفعل الطباعه ثلاثيه الابعاد بتفيده. والحمد لله أول ما لبس الرجل اللي هي مطبوعة عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد قال لي: دكتور أنا الآن أحس بشيء غريب، أنا الآن أحس بأسبوع قدمي، مع العلم أنه هو ما عنده أقدام، ومثل ما قلت أنه مولود بدون أقدام. صحيح، فصراحة يعني شيء يفلج الصدر أنه ما شاء خلال الله. تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قدرنا نحن نوفر له خدمة سريعة، خدمة متميزة من خلال الطباعة هذه، ممكن هي الطباعة المتميزة العالم كله ما شافها من قبل. زين دكتور، لو تعطينا بس فكرة بسيطة عنها سريعة، عن هالطباعة، عشان الأعزاء المستمعين بعضهم يعني ما عندهم فكرة عنها. صحيح، الطباعة هي تم تهني في دولة الإمارات، بتقريبا 60% منها تم طباعة تهني في دولة الإمارات. الأخ فهد كان يبغي يستبدل الأرجل الصناعية اللي عنده بأرجل صناعية أخرى، فاللي هي العادية، فبغينا نحن ندخل عنصر الطباعة ثلاثية الأبعاد ونقول له إن إذا طبعنا لك عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد الرجل بتكون أفضل، الآلام عندك بتخف، شكل ومظهر الرجل بيكون أفضل. فبالتالي اقتنع بالفكرة، وأول ما لبس الرجل يمكن كان مقتنع على مضض، لكن اقتنع أكثر أول ما لبسه، بحيث أنه قال: دكتور أنا اليوم أحس بأطراف أصبعي. لله الحمد والشكر. فهذه الرجل كانت بالنسبة لنا تجربة وفيها مخاطرة طبعا، لكن أكيد. الحمد لله فهد كان من المخاطرين أيضا معانا، وحب أنه هو روحه يصمم الرجل هذه. فأحد الفوائد اللي طبعا جت على فهد أنه تصميم الرجل صار خارج المألوف، مش الرجل اللي كلنا نحن نعرفها، اللي كانت بصراحة الشاب فهد متضايق منها وما يحب انه يراويها لحد، لكن اليوم هو يلبس شورت ويسير ويتمرن في الجيم، وبالعكس يمكن يفتخر انه عنده رجل صناعية مطبوعة عن طريق ممتاز. الطبع الثلاثي للأبعاد. فتأكدنا من هالشيء وشفناه الحمد لله الحين بنكمل تدريب السنة ولابس الرجل هذه، وشفنا ان بالعكس ردة فعله جدا ايجابية، وايضا هو بدأ ينصح ان اللعيبة الاخرين اللي هم محتاجين لاقدام صناعية انهم هم يستخدمون الطباعة الثلاثية للأبعاد. هذه بعجالة احد الفوائد ويمكن من اكبرها. ما شاء الله، إن شاء الله مزيد يا رب من التقدم يا دكتور محمد.
بإذن الله. إنزين، نرجع مرة ثانية على اللي هي الدورة السادسة للبرنامج. شو الآلية اللي الهيئة متخذتها أو تستعد لدخول الدورة السادسة؟ بإذن الله الحين ما بنطلع خارج الإطار، يعني عندنا الذكاء الاصطناعي، عندنا أيضا الويربلز أو السنسرات اللي هي الاستشعار، بحيث أن المريض يكون لابس هاي أجهزة الاستشعار وما يتعب نفسه أنه يجي المستشفى يعطينا البيانات، هذه البيانات توصلنا. بنستخدم كثير من البيانات الذكية والبيانات الكبيرة، وأيضا بنستخدم أيضا عنصر الدوائي، بنشوف أن نحن كيف نقدر نسرع خدمة الدواء عندنا في هيئة الصحة وفي إمارة دبي بصفة عامة. فالفريق شغال على كثير من الابتكارات الجديدة أيضا اللي بنستضيفها في الدورة السادسة بإذن الله، بتكون عندنا دول مشاركة من دولة الإمارات وأيضا من فرنسا وأيضا من أمريكا الشمالية. إنزين دكتور، إلى أي مدى تتوافق أهداف المسرعات مع أهداف التحولات الذكية في هيئة الصحة؟ طبعا أول ما نحن نبتدي نعد لأي دورة نفتح كتاب استراتيجية هيئة الصحة بدبي أو استراتيجية الصحة بدبي، وبالتالي نحن نوائم جميع أهدافنا مع الاستراتيجية. الاستراتيجية هي موجودة أونلاين ومنتشرة بشكل كبير، تم إعدادها من 2016 إلى 2021، وبإذن الله كل الموائمة مع هذه الاستراتيجية، لأن ما نبغي نخرج خارج الإطار. استراتيجية كبيرة وتم إعدادها بدقة كبيرة وبتقنية عالية أيضا، بالتالي نبغي دائما أهداف المسرعات هي تكون أهداف استراتيجية. ممتاز. إنزين بالنسبة للمسارات الطبية اللي تبدأ الهيئة مفاوضتها مع الشركات العالمية خلال الدورة السادسة، شو ممكن تخبرنا عنها؟ والله هاي المرة بالتحديد يعني ركزنا على تطوير الخدمات في المرافق الصحية، يعني المستشفيات، العيادات، المستوصفات، العيادات الخارجية، المراكز الصغيرة المتوسطة، فنبغي نسرع الخدمة. طبعا الأفكار كثيرة، يعني لو بتشوفين أعداد الشركات اللي قدمت عندنا فوق 5000 شركة، فكيف نحن نختار الصفوة من هذه الشركات ونتوصل إلى 3-4 شركات في كل دورة؟ هذا يتطلب عناء كبير وجهد أكيد كبير وجهد أكيد بالضبط، أساس أن نحن يعني بصفة خاصة الشركة اللي نستضيفها والفكرة المبتكرة التي نستضيفها تكون فكرة مجدية، ونتأكد أنها بتفيد المراكز الصحية. وأيضا عندنا نحن 3-4 ركاز نعتمد عليه، هي تقليل وقت الانتظار، تقليل التكلفة، سعادة المريض، سلامة المريض. فأيضا هذه المحاور دائما نحطها نصب عيننا، بحيث أن نحن نختار التقنية أو الابتكار الذي يناسب ويتواءم معنا. ممتاز. إنزين دكتور، قبل ما ننهي فقرتنا لهذا اليوم، نبغى نعرف الحين يعني كيف مشاركتكم في برنامج دبي مسرعات المستقبل مثل تحول مهم في نظام هيئة الصحة بدبي الصحي؟ والله شوف، في يمكن عندي 10 إجابات وأبغي أذكرها كلها، لكن بذكر أول إجابة. خذ راحتك دكتور. لا أنا أشوف الوقت يمكن ما يساعدنا، لكن بذكر أول إجابة في بالي. إنزين اليوم يمكن الحمد لله التوجه اللي عندنا أو التوجيه اللي عندنا من معالي حميد قطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن يجب أن نكون منفتحين على هذه التقنيات سواء نجحنا أو فشلنا. صحيح. الانفتاح هو المطلوب حالياً، بحيث أن نقدر نعمل تحدي لأنفسنا. التقنية اللي نشوفها اليوم يمكن بعد 3 أشهر تكون تقنية غير مجدية. صحيح. لكن الواحد يجرب، الواحد يبدأ. صح. بالضبط، أن نحن نبتدي ونبتدي المرحلة الأولى والثانية، ويمكن نوصل للمرحلة مراحل متقدمة في التطبيق، لكن نفكر شوية أن نشوف هاي التقنية، لا في تقنية أفضل منها بتفيدنا. وحتى من زيارات سيدي سمو الشيخ حمدان محمد راشد المكتوم لمسرعات دبي المستقبل، يمكن كان مر علينا في إحدى الدورات السابقة ورجع لنا ما شاء الله عليه في الدورة اللي عقبها، فقال أنت اللي سويته في الدورة السابقة الآن أنت تسوي شيء أفضل منه، فأنت تتحدى نفسك. فقلت له طويل العمر نعم، الواجب منا أن نحن نعمل ونجتهد بحيث أن نحن نرفع سقف المعيار اللي وصلنا له، أو حتى التحدي اللي وصلنا له وغلبناه نبغي نجيب تحدي أفضل منه وأكبر منه ونغلبه.
أكيد إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق يا رب لهيئة الصحة ولإمارتنا الحبيبة كذلك. دكتور، حاب تضيف أي شيء قبل ما ننهي معاك الفقرة؟ أي كلمة شكرا، أخيرة شاكرين لكم لمستمعينا؟ دكتورة، شاكرين لكم كل الدعم اللي توفرونه، سواء برنامج مساعدات دبي المستقبل او مؤسسة دبي المستقبل او حتى مركز هيئة الصحة للابتكار وجميع البرامج اللي تدعمونها، ان شاء الله عليكم جزاكم الله خير ودائما موفقين. شكرا جزيلا دكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، نشكر لك مشاركتك معنا وإن شاء الله نلقاك في فقرات ثانية بإذن الله. شكرا دكتورة. شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، نتمنى أنها نالت إعجابكم. كان معاكم بالإخراج عيسى سبيل، وبالتنسيق ميرا الغفلي، وبإعداد هاي الحلقة يوسف سعد. هذه تحياتي لكم دكتورة بدرية الحرمي، أتمنى لكم يوم سعيد، ولين نلقاكم باكر بإذن الله نقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.